معلش احنا اسفين جينا من غير ميعاد. اتفضل. طيب ندخل في الموضوع على طول، بما ان موتوك دي خلى الموضوع صعب اكيد بالنسبه لكم، فاحنا قلنا نوفر وقتنا ووقتكم. الاوراق دي بتثبت ان وجدي كان بيتعامل مع موردين غير اللي بيتعامل معاهم خالص. وانتوا اكتشفتوا الاكتشاف ده دلوقتي؟ للاسف وجدي كان بيسرقنا زي ما سرق لميس. انا شخصيا مصدوم صدمه كبيره قوي. لا باين على حضرتك. ما تنفس الصعداء. ده غير ان احنا اكتشفنا ان حسابه في دبي فيه 300,000 دولار. طب وفين بقيه ال 30 مليون؟ احنا جايين نعرض على الباشمهندسه لميس 5 مليون جنيه للتصالح. حقيقي انتوا كل ما تتكلموا بتبهرونا اكتر. شوف يا اخي، الراجل طول الاجتماع ما بديش يقول كلمه في حقهم، ودول ما صدقوا انه مات، طلعوا مختلس وحرامي. ما هو لازم بقى يشيل الليل كله. مع انهم لو دوروا ورا فلوس هيكتشفوا انها فلوسه ورثه الشرعي. والله احنا اللي نعرفه ان الباشمهندس لميس طالبه قرض من البنك، فيا ريت توروها العرض ده. لا احنا مش هنوريها العرض ده، لان انتوا هتبلوه تشرب ميته. هتتفضلوا ولا تبلوه تشرب ميته هنا؟ يعني انت ما كانش عاجبك لما انا اقترحت نقول ان وجدي اعترف، دلوقتي جاي تبرئه؟ طبعا عشان تطلعني انا غلطان. انت كده كده غلطان يا ادري، بس هو فعلا بريء والفلوس دي ورثه. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.